غير قلبك اسمع شو يقول، قلت دخلت لفني ووز بقلب وطلعت بدون قلب. قلت اجل حبيت الفيلم، صور مقطع بالتويتر كذا قلت دخلت لفني نزلت المقطع وضرب وقتها. كم ضرب؟ نص مليون. كفو. اي والله. لا صور كذا بالانصار صغير، لا بالسلم امشي بالسلم واصور ترند كان هو كان لا تبوني حل اجيب لكم جديد العفان. ايه علمنا انت اليوم يوم ظهرت على الستيج حق المسرح عقب مشهد خالد بن عبيد اللي هو عن الام وقلت القصه تكلم عقبها اي علم خليه يقول مره ثانيه يعني اللي انت الهدف اللي بتصل وش 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 فيك كنت يعني استحنت وكذا او جاك شيئا من الحزن ليه؟ يا اخوي المشهد اثر فيني صدق بالقوه والله اثر فيني بالحيل والله اتعبني حتى اني ترى ما حضرت الاعلان حق الاثنين واني طلعت اي والله اشوفك اشوفك حتى يقول يقول عاده يرجع تقول انت اذنك انا شفتك تحت البث انا والله العظيم انه تعبني والله جيتك تحت البث بجعله مبطي من والدي يا اخوان ترى البطم مو بزي كم عنهم انت وسويد كم لك عنهم؟ اخر روح رحت الكويت يوم رحت عندنا عزم واجهتهم ترى بالله عليك والله العظيم وجهت ابوي بس لان البيت العزاء قريب من المطار بعد من بيتنا يمكن 150 او 200 كيلو فانا نزلت للعال هالعزاء وعزيت الربع نزلت الساعه كم؟ طرت من هنا الساعه 5 الفجر ونزلت الساعه 7 ونص في الكويت لا طرت 5 نزلت حول 8 قول 9 ونص انا في المطار 10 الا انا رحت للعزاء جيت لهالعزاء حضرت معهم الغداء الساعة 1:30 أنا راجع طيارتي الساعة 3:30 من هنا الساعة 4 أنا 5 إلا 5 أنا في الرياض وجيتكم هنا قبل البث يوم بديت معكم يوم, يوم عندنا المطربان إيه إيه أقول لا إله إلا الله وكان الوضع الترفيه اللي أثرت فيني صح صح ترى أنا والله ترى ما بكيت أنت إنسان لك مشاعر ما بكيت أنا عيوني غرقت بالدموع البكي ما في شيء بس ما في شيء بس انا ما بكي اللي جاء على اني ابي اوضح حتى الاخواني وناس عاد صدق اني محبين والله اني ما يا شباب ما بكيت شيء كنت وياه ما بكيت ما قلنا شيء احنا صدق اني اول كلام كان تمام من ناحيه انا اول مره اول مره في حياتي من يوم ما طلعت من الدنيا اني ابطل على امي شهرين اول مره لا اله الا الله هذه مشاعر ولازم بدي الرجال يعبر عنها في بعض الاحيان ولكن الله يطول اعمارهم على الطاعه قولوا امين اللهم امين لا قدهم طيبين وبخير وتشوفهم وبتروح لهم فهذا بحد ذاته راحه ولكن لا بس اقول لك 18 سنه ولكن الحمد لله رب العالمين الله يجعل الهبوب اللي احنا علينا من البراد الله يجعلها على قبرها هو موت المسلمين اجمعين اللهم امين بس واستانس ترى الليالي زايله اخوي انا بربوي انا بربوي انا بربوي عفان تخمز ساعه ظهرني رجيك يا البكايا بكايا انا عالمك جبالي ليه يبكي هو ليه يبكي انا يا وجه الله ليه يبكي انا يو غمز رجالك انا جبالي اقول ليه ما يبكي انا طبيعي اسمع بعد سكريبت باخذ المقطع بقصه وبقول شاهد وضيحت عيفان يبسي انت تمسي يبا احسك بسيت والله احسك بسيت يا ذريك تمثل والله نظر ذريك عندك رياكشنات رجع نظرني غمز فهمت عرفت كان ما ادري انا بغيت اصيح معك انت حاسب قال انا من جبت الموضوع انا جبت الموضوع بغيت اصيح معك انا بلطف الجو ما اعرف شلون بعدين قال يبكي شلون يبكي هو انا ابكي شلون ليه انا ابكي ليه الله يرحم الميت ويطول عمر اللهم انا بغيت صح صدق انا غمزت لك كنت ابيك تفاعل معي بس خفت انهم فهمت دوني صدقت في دمتي صدقت في دمتي انا مشكلتي ما اعرف اطول المغلب لا انت غطي على وجهك انت ما تسجل اذا ما غطيت تدريني ما اسمع كذا يا شحن كنت هذي ابتسي كيف شلون تبي من لعبك هنا اوه هاي ضربه من وش كيف من زمان ولا تو لا تو ضارب لك شيء يعني ضربت لي حديد منه او انه وسمت هذه ما ضربه هلا حديد خربه يرضى وشنو
ترى جلدي حساس لو اقول لك كذا انا بحمد الحين حساس. الله اكبر كل ذا حساس يا ابو وش اسوي؟ شفت هذا كله حساس. شوف اليوم الجوزي انزين يوم قال لك ريان عطني البيت ليه ما اعطيته اياه؟ يومك تبغى الله يجعله في الجنه. جبت طريقه ولا استحت غشت تحت على رجالي استغفر الله رب العالمين. صدق والله ليه يا اخويا يا عايم فيه وما يدري هو طالع هو دا ما يدري يا شحن يا والله لا يبقى ابي محمد بن احي يعطيني بقصيته اللي اعوذ ابيها البيت وش ابيها يا اخويا ما ودي يا وادعك وانت تعرف شافي لا ودي اقول تكفى لا تخليني ترى سطر اسمي بك ايه طلع مع الباب بتسوي هو اول من بطل لي المجال اليوم صدمه ياخذ اللي بتسوي كدراه اللي ما بكوا طول اليوم راح كل نسخه بكوا ترى في النسخه دي ما غير خالد مركز يا خالد انه خالد يبكي وكلكم بكيت والله كلكم خالد بكى مع حلل البخ يطر انت عدمتنا عملت انا مغال بس ريان شحن يا رجيل يا ما كلمك على الطاوله ليه ما ترد علي يا ولد عجز ترى العب رهيب العب رهيب عجز تقول كلمه ما ادري يقول لي يتكلم العب رهيب يا رب لا تهرج يرجع معقول احنا 14 الحين يا قل لنا قل لا كنا 27 انا يجيني واحد يقول باذني ريان بيطلع يجيني واحد ثاني قام بيطلع يجيني واحد ثاني ابو خشمار بيطلع خلاص الله يقطع ابليس مرحبا والله مساء واشوف وجه ريان واشوف وجه ابو خشمار واشوف وجه عقاب وش حني ريان وش حني انت يا ابو مناح لبيه وش حني يا متغني اي يستاهلون والله مش هتلوش كان جاوبني بصراحه امانتك دقيقه ابو مناح ابو مناح جاوبني بصراحه كلمه شحنتني متعارف عندكم اللي اخذتها منك قل الصدق نقولها بس مباجد يعني انت خذيت الكلمه من اي اخر من عندنا نقولها بس مباجد نفسك نطلع منها تقول هاللون لا ما تختار متعه ليه؟ ليه؟ لا 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 العز صايدك انت مسوي نفسك صايد حاتم وانت مصيود مصيود هل هو قال نفس كلمتنا ابكى انتم تقولون ابكى قال هاللون ابكى اخذتهم منه صح؟ انت اسمع ابو كل يوم حكي على ترى ما ادري اني قلت للشيخ بس اني اي لا ابو فيحاء حط هو يقول هاللون البقت في لساني والله طالع اقدر قلت هاللون لا عايشين مع بعض ترى احنا نجيب بعض الاحيان يعني تاخذ لك كلمه انا بضحك واحد كل واحد انتم معي تاخذ محاورك الصدق سامي العزام يقول بكشير بكشير في ذمتي اي والله وفي احد قال لك يقول شوين انا جيت فيها يقول شوين اول كلمه قال وزايد اول كلمه قلت جيت هنا ما ادري مالي وجهني هباس قلت له الله الغالب والطالب وتلبق في لسانك تلبق في لسان هباس اسمي تلبق في لسان العيال كلهم والله الغالب الطالب والله الغالب الطالب يا رب عجيب احنا ما امر مع يعني ما امر